راديو ماكس، لا راديو دو سبور اند دو لا ميوزيك. في الخبر الرياضي، التظاهرات الرياضية الكبرى لمارس دور في دورتها الثالثة ينظمها لأول مرة راديو مارس داخل القناة الثانية. الدورة التي ستعرف الإعلان عن الجوائز العشر للمسابقة من الرياضيات والرياضيين المغاربة ستعرف حضور قرابة 250 ضيفا من عالم الرياضة والإعلام والمجتمع والسياسة. بالأمس اجتمعت لجنة التحكيم للفصل في جوائز السبع، فيما الجوائز الثلاثة المتبقية فهي للجمهور عبر التصويت لرياضيه المفضلين هذا العام. روبورتاج غيتاس حاو عبد الرحيم بوحدي والتحرير لنادية أحتا. رياضيون، إعلاميون، مقاولون وفاعلون جمعويون، هؤلاء يشكلون لجنة تحكيم الدورة الثالثة لجائزة مارس الذهبي. يترأسهم لينو باكو. اللجنة اختارت 7 أسماء رياضية، سيتولى الجمهور الحسم في انتقاء أفضلها والاشتغال قائم بسرية تامة. أقوم هنا بالانتقاء الأولي، ومع أعضاء لجنة التحكيم سنقرر في الأسماء، ونحن 6 أعضاء، وأظن أن الاختيار سيكون صائبا. وليد الرجراجي، عزيز العامري، هشام الدميعي، مهدي بناني، عبد الكبير والدار، بدر هاري، مهدي بن عطية، محسن متولي، إبراهيم النقاش، هؤلاء هم الرياضيون الذين سيمنح لهم الجمهور صوته للظفر بإحدى جوائز مارس دور. التصويت سيكون عبر الرسائل القصيرة أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني لراديو مارس. دوري يتمثل في السهر على عملية الانتقاء التي تمر بكل شفافية، والجمهور له كامل الحرية لاختيار أفضل رياضي في نظره. الحدث يأتي للاحتفاء بنجوم الرياضة الوطنية، ينظمه راديو مارس أول إذاعة رياضية بالمغرب بشراكة مع القناة الثانية التي ستبرمج حفلا فنيا بالمناسبة بحضور أسماء وازنة في الحقل الرياضي والفني. قررنا هذه السنة تنظيم هذه التظاهرة بشراكة مع القناة الثانية التي ستسهر على إحياء سهرة خاصة بالتظاهرة، والهدف هو مخاطبة شريحة عريضة من الجمهور. المساهمة القناة الثانية في لمارس دور تندرج في إطار تشجيع الرياضة والرياضيين ونشر القيم الإيجابية. التظاهرة تهدف إلى إبراز القيم التحدي والتميز والاحتفاء بالنماذج الناجحة لتحفيز الشباب على حسن الاقتداء والمزيد من العطاء. ومن بين 10 جوائز ستعود إحداها للاعب ينحدر من إحدى الدول الأفريقية، علامة على انفتاح المغرب على محيطه الأفريقي في المجال الرياضي. الموعد إذن 30 من الشهر الجاري على الساعة 9:30 مساء. راديو ماكس، لا راديو دو سبور و دو لا موسيقى.